حبيكم كده سريعا وبدعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه او حد من عيلة القدام يقوم بالواجب. ومعانا اكتر 6 نساء مقبولة طعمة عسولة بالترتيب كده، ويتوقعوا معانا انثى اذكى شوية او رجل يقول لنا يتوقع مين هيجي في المركز الاول، او مين هم ال6 نساء من وجهة نظروا. وتعالوا بينا يلا ندخل في الموضوع كده ونبتدي بالمركز السادس. النساء كده طعمة مقبولة يتاكلوا أكل بصراحة يعني، وهو كل النساء جميلة وحلوة ومقبولة وما يزهقش منها، ولكن في بعض النساء كده تلاقيها متفوقة في حاجة شوية، زي ما في البعض متفوق في الرومانسية في الذكاء في الجاذبية. كمان موضوع الطعامة ده برضو في نساء كده فرقة شوية مش كتير يعني، ودايما برضو بقول لكل قاعدة استثناءات عشان أصدقائنا اللي مش هيجوا معانا في حلقة النهاردة ما يزعلوش قوي يعني، كل قاعدة استثناءات. بس دول بصراحة المتعارف اللي احنا نعرفه فما تلوموناش ان هم طعمين ومقبولين. اكتر 6 في المركز السادس البونبوناية. مدام البونبوناية يبقى احنا بنتكلم عن انثى برج الحوت المائي، الرقة والدلع والانوثة، ومش هتكلم اكتر من كده عشان ما يقولوش ان انا بعكسها. بس احنا قلنا عنها بونبوناية ليه؟ لان اكيد لما نتكلم عن موضوع حلقة زي دي لازم هتحجز لنفسها مكان. بس واحنا بنكمل كده كالعادة لو شايفينها يعني ممتعة مفيدة كده ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا، ونشار على قد ما نقدر توصل لبقية اصدقائنا اللي بيسألوا عن نوعية الحلقات دي وبيبعتوا لي ومش لاقيينها. نعلى مركز ناخد انثى يعني مقبولة اكتر شوية، بسكوتة السندريلا السرطونة في المركز الخامس. دي مش مقبولة، دي وضع على وجهها القبول، وضع على وجهها الراحة والتأمل والجمال والشرود والسرحان. بسكوتة بسكوتة هنقول ايه يعني اكتر من انها بسكوتة. ونعلى كمان سنة كده حاجة بسيطة نوصل للمركز الرابع، واه من رباعي خط النار بقى في حلقة النهاردة، رباعي الطعامة في حلقة النهاردة، العسل. انثى برج الميزان الملقبة طبعا بالعسل دي بقى، عسل نحل وعسل قشطة وعسل كل انواع العسل بصراحة معرفهاش كلها يعني، ولكن اي حاجة فيها عسل هي تدل على انثى برج الميزان. الطعامة والقبول حاجة عالية قوي قوي فوق ما تتخيلوا. عندنا كمان انثى يعني تعتبر مع انثى برج الميزان في نفس الليفل تقريبا، هي الجوزائية السكرة، انثى برج الجوزاء. واحنا كلنا عارفين بقى طعامة انثى برج الميزان الجوزاء عفوا، وشقاوة انثى برج الجوزاء، وقعدتها اللي ما ينشبعش منها، وافهاتها وضحكها وتنطيطها، وتطلع وتنزل وتمشي وتسافر وتروح وتناغي ده وتنكش ده وتهزر مع ده. وجميلة هي اصلا قمر وجميلة انثى برج الجوزاء من غير ما احنا كمان نتكلم عنها، فمقبولة قوي وتلفت قوي وتشد قوي. ولكن زعيمة العصابة حاجة تانية، زعيمة العصابة شيء تاني. الأنثى اللي حتى لما بتتعصب مقبولة، حتى لما بتضرب بالشبشب مقبولة، وما أكثر ما تفعل هذا يعني، حتى وهي متضايقة منك وبتشتمك لسانها زي العسل ما شاء الله، حتى وهو بيحدف دبش بس مقبولة وعسولة وطعمة وملفتة وجميلة. وانثى برج الأسد معروف كاريزما دباحة، كاريزما قاتلة لكل العيون على الاختلاف يعني الأنواع والأشكال والأعمار والثقافات والقناعات. وبقول دايما يا جماعة لكل قاعدة استثناءات، بس 90-95% من مواليد نساء الأبراج دي فيها الكلام ده. إن ده حال النساء دي كلها، فما بالكم بقى باللي هيجي في المركز الأول، العسولة اللي هتيجي في المركز الأول، القطقوطة اللي هتيجي في المركز الأول. أنا بطول أوت عشان تكتبوا عشان تتوقعوا في التعليقات، لأن أنا بقرا كل تعليقاتكم.
الشعنونة. أعتقد اللي متابعني يعني بقاله فترة أو عيلتي القدام لما أقول الشعنونة هيعرفوا أنا قصدي على مين. القوصية، عسولة، عسولة، عسل، العسل بقى يعني، في أنثى كده وفي بنوتة كده، عسل العسل دي بقى حاجة جنان. دي بقى صحيح من النساء اللي ممكن، وأكيد هتجيب لك هسهس في دماغك، ده أكيد يعني، دي حاجة مفروغ منها، ولكن برضو عسل. هسهس عسل، هسهس مقبول، حاجة عسولة، حاجة جميلة، طعمة قوي، مقبولة قوي، وتعتبر من أشد وأعلى نساء الأبراج اللي فيها الصفة دي، واللي بتحجز النهاردة مركز مميز قوي ليها في حلقة النهاردة. مش عارف انتوا توقعتوها من البداية ولا لا. في النهاية بقى احنا خلصنا الحلقة، اللي مكمل معايا شوية كمل عايز اقول حاجة كده، اكتبوا لي اراكم، لان انا بكون سعيد جدا وانا بقرا كل تعليقاتكم. واي حد بتشوفه فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد على اي موقع، ده نصاب يا جماعة، يا ريت تعملوا له بلوك وتلغوا الاشتراك وما تتابعوش، بيبقى يعني استغلال بطرق غير مباشرة. وعندنا قناتين تانيين على اليوتيوب، مش عارف ليه ما بتنضموش ليهم، اسأل محمد وعيلته، قناة فيها دروس مستفادة وبندردش ونحل مشاكلكم، وقناة تانية للكورة، عارف ان مفيش حد هيشترك فيها يعني، بس اهو بنقوله خلاص. فالروابط دي اللي يحب ان هو يشترك فيها يلاقيها في وصف الفيديو، ولو انت على الفيسبوك هتلاقيها انزل في التعليقات. وكمان بقى اللي عايز يبعت لي الانستجرام او الفيسبوك، ابعت لي انا بقرا كل الرسائل، بس بجيب من الاقدم يعني، ما عشان برضو ما اظلمش حد، احيانا بيجي في منتصف الحياه كده، الواحد في منتصف الوقت كده بيتشغل ما يعرفش يرد، فبيأخر الرسائل شويه، فغصب عني إيه، لو بعت لي بقالك فتره وانا ما رضيتش ابعت لي تاني، بيحصل على طول تجديد للرساله وبتجيلي على طول، ان في شخص بعت لك من فتره ومهتم يعني، بيبقى هم عاملين نظام حلو خاصه على الانستجرام وعلى الفيسبوك يعني، إيه للناس اللي بتسأل ازاي تتواصل معايا، وانا تحت امركم، احنا عيله واحده، بحبكم جدا. دوسوا بقى لايك لو عجبتكم الحلقه، شيروا على قد ما تقدروا، او يعني او براحتكم، وهتوحشوني. وعندنا لايف كل ليلة تقريبا على الانستجرام الساعة 8 بتوقيت مصر، اللي عايز يتواصل معايا ما مرضتش يبعت لي تاني، بيحصل على طول تجديد للرسالة وبتجيلي على طول، ان في شخص بعت لك من فترة ومهتم يعني، بيبقى هم عاملين نظام حلو خاصة على الانستجرام وعلى الفيسبوك يعني، للناس اللي بتسأل ازاي تتواصل معايا، وانا تحت امركم، احنا عيلة واحدة، بحبكم جدا. دوسوا بقى لايك لو عجبتكم الحلقة، شيروا على قد ما تقدروا، او يعني او براحتكم، وهتوحشوني. وعندنا لايف كل ليلة تقريبا على الانستجرام الساعة 8 بتوقيت مصر، اللي عايز يتواصل معايا